أمير خولي بي آر كونسلتنت هنا في السفارة. هاي صافي. أهلنا صوفي. تفضلي. ميرسي. يوم جميل النهارده. أوي. ممكن دقيقة من فضلك؟ سوري. خد راحتك. في إيه؟ حد يعمل كده؟ وبعدين يقول عليا إيه؟ مين ده أصلا؟ ويهمك في إيه؟ انت اللي تهمني يا صافي. انا زي ما قلت لك انت مرات اخويا وزي اختي وطبيعي اني اخاف عليكي. بأمرت الموبايل اللي مش بترد عليه. يعني انا لو زي اختك بجد كنت رديت عليا، او حتى يا سيدي مرات صاحبك كنت كلمتني سالت عليا. مش ده كان كلامك في الاول؟ انا اسف اتشغلت شويه بس ادي فضيت وجيت اسال عليكي اهو. بس شكلك انت اللي مشغوله. مش مشغولة ولا حاجة. ده أمير بيشتغل هنا وكان. أنت يا صافي ما بقيتيش صغيرة. وأنا مش من حقي أسألك أنت بتعملي إيه. أنت هتجنني؟ أنت مش لسه قايل إن أنت متضايق وخايف عليا؟ ما ترسلك على بر، عاوز إيه مني؟ معرفش. صدقيني معرفش. أوكي. لما تبقى عارف أنت عاوز إيه، ابقى كلمني عن إذنك. مستعجلة؟ عندي شغل. دايما مستعجلة. بس انت لازم تفهمي ان في حاجات يا صافي لو استعجلتيها بتيجي غلط. خدي بالك من نفسك. بصي. عد اذنك. سوري. غبية يا صافي. غبية.